الله اليوم يخليك. يعني تم الإعلان رسميا عن الاستقالة اللي كنا نسمع عنها بقالنا فترة طويلة، ليه حضرتك خدت القرار النهاردة؟ والله ابدا، هو القرار اتاخد يوم 15/6، الاستقاله كانت يوم 15/6 ومش النهارده زي ما الناس قالت، ولكن انا التزمت بكلمه مع الاستاذ جمال علام ان انا اكمل لحد ما يجي الخبير الاجنبي، فده اللي حصل بالظبط. فانا قررت امس ان خلاص هيكون لي اخر يوم ليا في الاتحاد امس، على اساس الراجل موجود في مصر والراجل بياخد عمله صعبه، فيجي يتولى المسؤوليه وكل البيانات وكل المعلومات عن الحكام موجوده، وكمان اعضاء اللجنه الموقرين اللي كانوا بيشتغلوا معايا اللي عملوا مجهود كبير بشكرهم واحد واحد الحقيقه، هيكونوا موجودين معاه وممكن يمدوه بكل اي بيانات هو عاوزها الحقيقه. ليه يا كابتن عصام ما حبيتش انك تشتغل معاه الفتره اللي جايه؟ بص يا كريم، اتفضل. انا رافض المبدا نفسه اصلا يعني، ولكن تعال نتكلم بالمنطق كده. اتفضل. انا هشتغل معاه، وعلى فكره اتحاد الكره طلب مني ان اشتغل معاه كرئيس لجنه، انا رئيس اللجنه. حضرتك تبقى رئيس اللجنه وهو يبقى التايتل بتاعه ايه او المسمى الوظيفي؟ هيكون هو مدير التطوير. مدير زي التطوير. ما عندنا، ما احنا عندنا في لجنه الحكام كذا قسم، مثلا عندنا مثلا اللجنه الفنيه، لجنه الفار، اللجنه الاداريه وهكذا يعني. تمام؟ خلينا نتكلم بالمنطق والعقل. هو هيشتغل يمسك التطوير، فشل مثلا هيقول انا اللي فشلته، اسهل حاجه. تمام؟ نجح ما انا عملت، انا كنت عملت الدور الاكبر في النجاح، ايضا مش هبقى موجود في الصور. فاذا هو يتحمل المسؤوليه كامله. هو ده القرار الصحيح.